الآن سكنت البي بي على المستوى الوطني كلها للعقود ولليفر فرونسي اللي برميت كونسيرفير يعني إيطاليا. يعني أي واحد يدفع 100% من المستحق نتاعو يتحقق على عقد الملكية تاع السكنة. كانت الدولة تعطي المثال في لو ريسبي دو لا لوا لو ريسبي دي تاكس افون يسكن في سكنة وبعد توقع مشاكل عائلية وتوقع وفاة وتوقع كذا وتخلق نزاعات وشكون يورث واش يورث إلى آخره. إنسان اللي دفع السكنة تاعو يدي عقد الملكية إلا في سكين براسو. احنا مشينا حتى مع سكنات عدل وين قلنا لهم اللي يدفع المساواة تطبيق التعليمات يعني السيد رئيس الجمهورية انه حتى الانسان اللي يسوي الوضعيه تاعو ب 100% ويدفع المستحقات نتاعو قبل يعني الانقضاء ال 25 سنه تنقص 10%. وحنا رانا نطبق فيها الان. لا 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 شو لا ديال دخلت في التقاليد تاع البلاد حاربوها وحاربوها 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 خرج في التفاصيل. اليوم الحمد لله الوزاره تدافع عليكم والرئاسه تدافع عليكم والحكومه تدافع عليكم. اذا المفروض يعني ما فيش مشاكل. عندكم بنك تاع السكن دروك. نعم المفروض لا ديال ما تقعدش مع السفير. شوف اميت الحال طبعا سمعت لا ديال هي شبه اجتماعيه ماشي اجتماعيه 100% ولكن فيها 50% اجتماعيه. الناس تدفع راهم يدفعوا ما راهش يسكن باطل. لا 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 ندفعوا يعني. اذا فو با ابوندوني هذا السيستم.